لقد جئت اليوم إليكم حاملا رسالة شعب أحب السلام وعامل من أجله ومد يد العون لكل من استحقها وسعى للخير والصلح بين من تنازعوا وتعرض أمنه ليد العبث إيمانا منه برسالة نبيلة أمرنا بها ديننا الإسلامي الحنيف وتحثنا عليها المواثيق والعهود وتلزمنا بها الأخلاق. جئتكم برسالة شعب كانت أرضه بالأمس القريب منارة للتعايش السلمي والأخاء بين الأمم، وكانت داره ملتقى الشعوب الآمنة التي لا تنشد سوى العيش الكريم والبناء والعمل. وها هو اليوم بين شريد هائم يحتضن الأمل في مأواه، وبين سجين ومناضل يرفض بدمه وروحه أن يستسلم ويستكين للاحتلال مهما بلغ عنفوانه وبطشه. اسمح لي أستاذ الرئيس أن أغتنم هذه المناسبة ليخاطب أهلي وعشيرتي أبناء الكويت الأوفياء، أخاطبهم من على هذا المنبر العريق، منبر الحق والعدل، منبر